بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين نحن نجتمع اليوم في هذا المكان للتعبير عن خلينا نكمل كمل 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 للتعبير عن ولائنا ونصرتنا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه نترجم في هذا اليوم طبعا خلال بدء سماحة الشيخ خطابه جموع خامنائي والعناصر المخابراتية المدسوسة بين المسيرة الأربعينية بدأوا بوضع مكبرات محضرينها معاهم تطلع صوت تشويش حتى يكون هذا الصوت عالي جدا ويشوش على الميكروفون سعته أقل من هذا التشويش فوضعوا حتى صوت سماحة الشيخ ما يبين أو ما يطلع يؤثر ولكن لو تلاحظون في أثناء الفيديو هبت جموع المؤمنين اللي كانوا يحيطون بسماحة الشيخ فتصدم لهم وفروا كما فر عمر الجبان يجبن أصحابه ويجبنونه خلينا نشوف هذا فيديو متواصل لعملية التشويش والاعتداء وعدم مراعاة هذا اليوم اللي ننقل فيه صورة حسنة عن ذكرى ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وأربعينية الإمام الحسين للأجانب ولكن مصلحة خامنائي والصنم صنم خامنائي للذين يعبدون العجل خامنائي عندهم أهم من الإمام الحسين وأهم من ثورة الإمام الحسين كي لا تمس قداسة حاخامهم خامنائي الذين يعبدونه كما عبد السامرية العجل على العموم هذول اللي مجتوسين ومجرين حتى بعض الأجانب معاهم حاولوا أن يخوفون ممكن نوعا ما ويأثرون على ولكن سبحان الله لما حبينا لهم كالأسد كما يهب أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنافقين والمغرضين والخوارج هبينا عليهم ففروا كما تفر الفئران نشوف المقطع اللي تصدوا فيه الإخوان إلى هذا العمل الخامنائي